تركيني عليها يا وفاء، خلاص ما اقدر امسك اعصابي خلاص. خالتي خليها عندك، خلي عشان تعرفين يا ملاك منو هبه، وتحطين ببالك انه لو شنو تسوين ما تقدرين تجيسين شعره مني. لازم تعرفين اذا ملاك حطت احد براسها تهدمه، مثل ما هدمت خالتك وطرتها، اليوم بيصير دورك. اوكي، يعني خالتي فاطمه طلعت محراميه؟ لا مو حراميه، بس عشان تعرفين اذا ملاك بغت الشيء يصير يعني يصير. خلاص خالتي ختولي، الحين عمي ما يهمني. يلا اخذي خالتك صعدي فوق. يلا ترى عورتوا راس انتو. هاي انتي لا يكون عبارك ما اقدر عليك. شنو هذا؟ الحين اقول حق جراح كل شيء ماشي. صاير جراح الله لا يورك سوى فيني. اي 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 ايدي مو قادر احركها، طقوني طق، بغيت اموت. ها كذابه عمي تجب ولا كلمه، لا تكلمين فاهمه ولا لا؟ جراح لا تصدقهم، بغوا يطقوني يذبحوني يطردوني برا، ترضى؟ كذاب والله العظيم كذابه، ما حد قرب صوبها. بس يا بنات كل واحده تروح غرفتها. شلون يعني الواحد ما يرتاح بهالبيت؟ الله يعينك يا جراح. ملاكو تاخذين اغراضك الحين وتذلفين الملحق. تطردني انا يا جراح عشانها؟ انا اروح الملحق عشانها؟ انا ما راح اطلع من البيت الا على جثتي. خلاص عيل أطلقك، روحي انتي. بس 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 حاضر أروح الملحق. لك ساعتين ما أبي أشوفك بالبيت. حاضر. جراح شلون تطرد أم ولدك من البيت؟ يما الله يطول بعمرك، حريمي أنا أتصرف معاهم، لا تتدخلين. بس ملاك ما تستاهل، حرام عليك. خالتي تبينها تذبحني؟ تبيني اموت انتي؟ انتي سكتي ولا كلمه. راح تطجي تكلمني قدامهم؟ ها امي هذه. يلا امشي امشي. زين جرح تكفى عشان اذا تحبني، حرام لا تطردها ترى ما ارضى عليها. يلا يلا امشي يلا امشي 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 امشي. يخالف امري اتس اوكي. امشي.